بيناتنا دايما الفنان وخاصة الرسام بيكون عنده ميل أكتر أنه يعبر بلوحته بألوانه، أنه يصرخ ويقول كل شي فيه عنده على اللوحة وبالريشة. بيناتنا أوقات يمكن الحكي ما بيقدر يعبر عن كل الأشياء اللي ممكن تشوفها بلوحة بتاخدك لمكان بعيد، بتاخدك لأنك بخيالك تقدر تعرف شو عم بيدور بفكر هالفنان، ولكن كمان بتقدر كمان من خلال اللوحة تفوت انت لأعماقك وتشوف انت شو ممكن انك تشوف وبغمق أعماقك، شو ممكن تفكر، شو ممكن تحس بألوان معينة. بيناتنا اليوم بيستضيف رندا علي أحمد يلي ما بتحب تحكي كتير، ولكن اليوم رح نخليها تحكي عن هالألوان الحلوة يلي عندها، واللي ما بتعرف أبدا أي نوع من اللون الغامق أو من التعاسة أو من الحزن، مع أنه أكيد في كل هاللايرز يلي موجودة عندك أكيد في نوع من الحزن رح نشوفه نحن وياك. أهلا وسهلا فيك يا رندا. نحن رح نشوف بعد شوي لوحاتك ونشوف قدي فيها عمق، قدي فيها تفاصيل صغيرة، ما بعرف إذا هي منمنمات ولا هي يعني لايرز فوق بعضهم، يمكن يكونوا عم يحكوا كتير قصص مش قصة واحدة، ولكن بالنهاية بدك تقولي شيء. وأنا اكتشفت أو عرفت أنه أنت كاتبة كمان مش بس رسامة، مع أنك ما بتعترفي بهالشي، ولكن اللي بيقرأ كتاباتك بيعرف أنه أنت كمان كاتبة، يعني الحاجة للتعبير كتير كبيرة عندك. إمتى بدي تشتغل؟ لا بكتبهم أنا لحتى يساعدوني أشتغل. هذا برأيك، برأي اللي بيقرأ بيشوف كاتبة يعني ناضجة كمان وقوية. إمتى بلش هالحب أو هالحاجة للتعبير بأي طريقة؟ بأي طريقة من زمان كتير. وأول معرض كان بشارع المكحول، أيام كان جورج زعني يسكر شارع المكحول، وكان كل حدا يشتري. مثل يعني بأي سنة؟ 76. يعني كنت ولد صغير. بأي عمر؟ كان عمري 16 سنة. 15 سنة. بلشت تعبري يعني وتقدمي أعمالك للناس بعمر هالقد صغير، مع أنه بهالعمر بيكون يعني مش أكيد الإنسان إذا كان بده يطلع أعماله أو تعابيره للعالم ويخليها يعني تشوفها وتحكم. أنه سافروا أهلي وعشنا فترة صعبة وكان هيدا النتيجة. وبعدين كملتي ودرستي، يعني درستي فنون تشكيلية وتعمقتي. كملت بالبيو سي اللي صار اسمها هلأ الـ AU، بعدين بلوس أنجلوس بأمريكا بيو سي ال اي. هالقد يعني تعمقتي بهالفن مع أنه كان عندك الموهبة. أوقات يمكن واحد بيكون يكتفي نوعا ما بالموهبة، أو بس بتضلك تعوز الباز اللي هي بتساعدك تروحي أبعد كل مرة. رحت أبعد وتعمقت ورح نشوف أشغالك، بس أعمالك الحالية مثل ما كنت عم تخبريني قبل شوي هي أعمال ما بتشبه حتى بالتقنيات أي أعمال تانية، يعني دراستك ما اتكلتي عليها. لا أنا خلال شغلي كل مرة بروح أنه أبعد. أبعد إيه. خلينا نشوف، فينا نشوف شيء تاتيانا من اعمال رندا علي احمد يلي موجوده حاليا ومعروضه، بس ذكرينا وين معروضه. معروضه بارت اون 56 يلي هي جاليري بجميزه، ومستمر المعرض لغايه 18 الشهر. عم نشوف اول لوحه، ورح اقول انه اول انستالاسيون، رح اقول انه يعني المعرض هو موضوع متكامل. يعني في انستالاسيون رح يخبرونا عن شو بدك تقولي، وفي بيناتهم لوحات هن اللي رح يكونوا عم بيعبروا عن التفاصيل. الطريق اللي هن شو عم نشوفهم اول انستالاسيون؟ اول انستالاسيون اسمها انا استوحيت بهذا المعرض كنت اغنيه ليد زيبلين ستيروي تو هيفن. ستيروي تو هيفن هيدي اسمها ذيرز ا ليدي هو نوز اول ذا ليترز از جولد. وهيدي بتفرجي كيف الماتيريال كل شيء مادي بيمنع كل شيء روحي انه يتحقق. يعني هون الماده مخلي الانسان تحت تعمل بلوكاج لل تحت السلم ما انه قادر يطلع على السلم. لا 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 لا, لا. وكملنا هون اذا بدك تامل والانتظار بالحل ولحديت ما انا كان بدي شوي تاتيانا بس حتى لي شوف مزبوط هاللوحه وشوف شو قصدك فيها، لانه هون الانسان لحد هلا الانسان كتير واضح يعني بهالانستالاسيون وهو الفوكس عليه. ايه
الفوكس عليه وفي شيء يعني بدك توصلي له مساج له شخصيا يعني لكل واحد فرديا. فرديا لانه مثل ما شايف الانستالاسيونات ناس بلاروس بيسكلي هن تياب مغطسين بجفصين ورزين بعدين مرسومين يا مشغولين بورق ذهب وهن اللي هن اللي بيحكوا. رح نكمل ونشوف بقية الانستالاسيون كمان بقية في ثالث وحدة اللي هي النتيجة رح نشوفها بعد شوي. رندا علي أحمد موجودة معنا فنانة تشكيلية عم نشوف لوحاتها عم نشوف كمان انستالاسيون عم تقدر من خلالهم تعبر للمشاهد للجمهور عن شو بدها تقول. ليش يعني انستالاسيون ليش مش بس لوحات مثلا؟ لأنه بيخلوك تشوف الأشياء بغير طريقة بتصير تشوفيها 3 dimensionally وكتير مهمة كتير مهم هالشي لتصير تقدر لأقدر اشتغل أحسن على اللوحة عايز ال 3 dimension. رح نشوف كنا شفنا أول انستالاسيون بلكي بنرجع نشوفه كمان أول انستالاسيون وقلنا أنه الإنسان يعني مقيد بالأمور المادية وهيك السلم ما رح يقدر لأنه ما بيعرف الطريق ما رح يقدر يطلع على السلم رح يضل مقيد بس بهيدي لأنه في غير وبعدين تطورنا لحتى نشوف الانستالاسيون الثانية يلي هي الإنسان اللي رح يقعد يفكر ويعيد حساباته بلكي صحيح؟ ولاقي حل يلاقي حل بعدين رح نوصل للنتيجة. شو هي النتيجة؟ خلينا نشوفها تاتيانا خبرينا عن النتيجة. بس يصير واحد مع الطبيعة. هيدا الحل الوحيد انه يصير واحد مع الطبيعة. ايه هلأ بلوحاتك اللي رح نشوفها بعد شوية الطبيعة كتير موجودة. ايه وكتير في تركيز عليها. قدي الإنسان يعني روحيا وفكريا بده يصير واحد مع الطبيعة يعني عمليا شو؟ عشو بده يتخلى؟ لا ما بده يتخلى انه ما بده يتخلى عن شيء بس انه بتساعده لحتى يوصل اما يلاقي حلول. في دعوه للتخلي عن الماده بهالطريقه اللي رسمتيها. ايه مزبوط في دعوه للتخلي. خلينا نشوف لوحات تاتيانا يلي بين هالانستالاسيون يلي هن رح يخبرونا عن التفاصيل وهيك بنحكي عن التقنيه اللي هي كثير مميزه وكثير جديده والباك جراوند يلي عم تشوفوه مشاهدينا هو باك جراوند بترسمه رندا بإجريا بصمات الإجرين صحيح؟ لا مش إجريا بالسرامة اللي بيكون لبستهم الكعب الحذاء نعم. خبرنا كيف وصلت لهون وليش؟ أنا عم بشتغل لأنه بشتغل على الأرض وصرت شوي شوي لأنه بدعوس على شغلي أنا وعم بشتغل. لوحات هي لوحات عملاقة يعني لوحات كبيرة. كبيرة يعني. إيه وصرت الدعسة هي اللوحة بالنتيجة. فأنت أصلاً عم ترسمي لوحات كبيرة. أول شيء ليش اللوحات كبيرة؟ ليه اخترت تكون اللوحة كبيرة؟ لأنه الانتنسيتي تبعيتها كتير أهم وأقوى. وهون كون اللوحة كبيرة عم ترسميها على الأرض فطبيعي من وقت لوقت تدعس عليها. ايه؟ من هون بلشت الفكرة؟ من هون بلشت الفكرة وصارت تاخذني أبعد كل مرة وصارت كلها دعسات ليرز ليرز دعسات بزبط بالآخر بس بدي أعمل بس بدي يعني بإيدك عم تعملي التوش فينال بس توش فينال. وبعدين عم تصمم اللوحة قبل ما تكوني عم ترسميها بهالطريقة قبل ما يكون هالفوت برينس موجودة؟ هلأ ما دايما في تصميم أوقات بفوت باللوحة بلا ما أكون لا مصممة ولا مقدرة شو بدي أعمل لأنه هي بتاخدني أبعد كل مرة. طيب إذا رجعنا على اللوحات بنشوف هالألوان يعني شفت كذا لوحة عدد من اللوحات ما في ولا لوحة فيها لون غامق أو إذا كان اللون غامق بيضله فرح هيدا شو بيدل على شو؟ أكيد في حزن شي مطرح مش معقول ما يكون في حزن ولا مطرح بس ما يبينوا بالألوان بس هو إنه إذا شفتيهم هو اللون الفاتح دليل عن تفاؤل إذا بدك عن إنه إذا شفت الأشياء بأشياء بطريقة حلوة بتصير حلوة. خلينا نحكي عن هاللوحة اللي عم نشوفها هلا هيدي كمان لايرز قبل ما ترجعي بعدين يعني تعملي لها فينيساج خبرينا شوي عنها. إنه هن غصون شجر وبذات الوقت فيهم يكونوا دراج وهي ما انه انت بدك تشوفيها وحسب انت الطريقه اللي بتشوفيها
تعبري عنها. رندا عرضتي بكتير محلات بلبنان وخارج لبنان وكتير من الناس شافوا لوحاتك لليوم، وصلك فترة طويلة بهال زمان مظبوط بهالدومين. تطورتي مع الوقت او في انا بعتبر بيتغير الفنان مع بيتغير الوقت بيتغير، وكل مرة كل معرض غير عن التاني كلياً. مش دايما يعني في فنانين بيبقوا بخط معين ودايما هلا بيضلوا مبين شغلي انه من الواني من الطريقه اللي بشتغل فيها بيضلوا مبين شغلي انه شغلي، لانه انا ما بمضي اللوحه كمان بمضي قفاها ما بمضيها على اللوحه. رندا مع لوحاتها هالقد كبيره وبتاخذ هالقد شغل، كيف بيكون نهارك؟ نهاري ببلش كثير بكير كثير بكير، والا مثل نهار كل الناس ترسمي كل يوم؟ كل يوم ايه كل يوم، كثير مهم كثير مهم ارسم كل يوم. ايه هلا اكيد في ايام ما برسم فيها بس مهم لك انه ترسمي كل يوم. إيه؟ يعني حاجه لا هي كمان بتساعدك بشغلك، لانه بصير بتوصلي لمرحله كثير بس بتعمليها كل يوم كل يوم بتوصلي لمرحله بتسهل كل شيء احسن. كم لوحه اليوم معروض بالجاليري؟ ما بعرف بالضبط. عم نشوف هلا كمان لوحه فيها البيرسبكتيف كمان، يعني دائما عندك العمق لازم يكون موجود، يعني بتستعملي انستالاسيون او بتستعملي لوحه هالدايمنشنز لازم يكونوا موجودين، هالبيرسبكتيف لازم تكون موجوده. هيدا كمان نوع من يعني امضاء لرندا علي احمد. ايه بلكي صحيح. ليش هالقد بدك يعني عمق وبيرسبكتيف؟ لا تقدري انت تشوفي، انت بس بدك تشوفيها بدك تاخدي منها شقفة من انه عرفتي قسم صغير من يلي انا عملته لحتى يضلوا في شيء يضل في شيء جديد او حتى اللي انا اقدر فوت بعمق يعني الفكرة تبعيتك. رندا اهلا وسهلا فيك، نرجع نذكر بالمعرض بارت اون 56 لحديد 18 شهر وين بالجميزة. اهلا وسهلا فيك. ميرسي مشاهدينا، وقفي هلا ونرجع نذكر.